دابا نعمل لك فلان براليني. اييه واخا فلان بالبراليني واخا. نص لتر الحليب، ثلاثة معالق كبار البراليني، 80 غرام السكر، معلقة كبيرة القهوة سريعة الذوبان، ثلاثة البيضات. للكراميل غنحتاجو كاس السكر، كنعملوه على نار مهيلة حتى نشوفو من جناب بدا كيتغير اللون ديالو، عاد نحركوه وكنخليوه حتى يرجع لون الكراميل، ثم كنخويوه في ديك القوالب الفردية وكنترك وكنخليوه جانبا. دابا غنشوف طريقة الفلان. في كاسرونة نعملو ثلاثة المعالق كبار البراليني زائد كاس الحليب، غنقصوهم ديك ليطور الحليب. نعملوه فوق العافية تكون مهيلة، ومع إضافة معلقة كبيرة القهوة سريعة الذوبان، وكنبقى نحركو حتى كيدوب البراليني. مي كيدوب كنضيفو الحليب اللي بقى يكون عادي ماشي سخن. ونمزجوه مع بعض في إناء آخر، كنطربو البيضات مع السكر مزيان. من بعد كنضيفو خليط البراليني على خليط البيضات، وحنا كن دائما مع الخفق. من بعد كنصفيو الخليط ونخويوه في القوالب الفردية اللي فيها الكراميل. من بعد كنعملوه في حمام مريم وندخلوه للفران يكون سخن حتى يطيبو تقريبا بين 30 الى 40 دقيقة. صافي ديك الساعة كنخرج نعمل يبرد ونقدموه اللي بغى يقلبو ويزينو حسب الرغبة بالفواكه ولا فعلا. كيجي رائع هذا. اي وخاصه يعني بداك يعني المذاق ديال البخاليني. كيجي غزال.